أستاذ حسن، حول الموقف الروسي، يبدو أن المسؤولية الكبرى على روسيا، وخصوصا أن فلاديمير بوتين عندما يتحدث بضرورة خروج كافة القوات، كل القوات، وللذي لم يفهم فهناك يعني ناطق دبلوماسي تحدث بالتفصيل أن الكل، يعني الكل بما فيهم إيران، هي أولا. ثانيا، هل أيضا إيران يعني دائما هذه الأنظمة إما كل شيء إما لا شيء، هل إيران جاهزة أيضا للتأقلم، بمعنى أن تتأقلم بوضعها الجديد في سوريا، بوضعها الجديد في العراق، في اليمن، وبوضعها الجديد مع أوروبا ومع الولايات المتحدة؟ نعم، حقيقة يعني سوريا متجهة إلى حل سياسي بعد كل هذه الأزمة العسكرية والحروب وغير ذلك، ولابد أن تصل الأمور إلى حل سياسي، وهذا الحل السياسي لن يستقر إلا أن تخرج الميليشيات وتخرج كل القوات المقاتلة في سوريا، ومنها بدأت بالتخلص من داعش وثم تنتقل إلى الميليشيات، والدول الإقليمية أيضا ستخرج مثل تركيا وإيران وتتحكم، بالتالي ستبقى تتحكم روسيا وأمريكا وسيتفقون حول مستقبل وشكل النظام في سوريا. لذلك أنا أعتقد نعم أنه هناك الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة تستطيع أن تتفق مع روسيا على إخراج القوات الإيرانية، وخاصة هناك عامل كبير يعني في عدم رضا، يقبل هذا السيناريو. الموضوع ليس يعني برضاء أو عدم رضاء إيران، إيران يتحرك حسب إمكانياته، وهل يستطيع يقاوم، هل يستطيع يرد. الآن إسرائيل اتخذت قرار يعني التخلص من القوات الإيرانية الموجودة في سوريا، لأنه ممكن أن تكون خطر مستقبليا عليها. لذلك إيران ليس لديه خيار، يعني الآن كان يوم امتحان كل الشعارات الطوبائية الإيرانية عندما ضربت إسرائيل القوات الإيرانية، حيث كانت تهدد بحرق مضطر أن أكتفي بهذا القدر. شكرا كثيرا.